السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنوريكم الطريقه اللي تفصلوا بها الكولون والبودي ديالو في الثوب اللي كيتجبد، يعني اللي كرا، والنتيجه كتكون على مقاسك ومضمونه ان شاء الله 100%. غنبداو بالكولون. المقاس ديال دوران الحوض غادي تخرج في الجلد اسبوعين. غتلاحظوا البنات بان طريقه ديال الخدمه ديال الكولون تختلف على السروال البيجاما اللي سبق لي خدمت معكم في القناه. اذا كنا في السروال البيجاما، خدينا الدوران ديال الحوض، خرجنا في الجن 4 اصابع، وبعد القسمه ضفنا قيمه التوسيع. هنايا لا، في الكولون الامر يختلف. يعني في الكولون غادي ناخذ الدوران ديال الحوض اكبر من طاقه، غنخرجوا في الجن فقط اسبوعين. وهاد المسافه اللي وجدتي، مثلا لقيتي 1.20 متر، غادي تقسميه على 4 وضعيه جانبا. بقيه المقاسات ديال الكولون عندنا الطول زائد سنتيمين الخياطه، عندنا طول الركبه، ودوران الفخذ غادي تقسم على 2 زائد سنتيم، دوران الركبه غادي تقسم على 2 زائد سنتيم، ودوران اسفل القدم حتى هو غادي تقسم على 2 زائد سنتيم. في الفصاله نتسو على 2 على طوله، الحاشيه عند الحاشيه، من بعد على 4. هذه الطيه الفوقانيه تكون قاده على الطول كامل، ولكن تخلي هنايا واحد المسافه. واضح؟ من بعد هنايا غتخلي 3 سنتيم القيمه د علو الظهر، بعدها 3 سنتيم ديال لاستيك. انا في الكورنيت كنعمل غير لاستيك اللي كيكون رقيق. من هذا المكان، من هنا غادي نخدموا الاطوال كامله. من هنا لهنا عندنا طول الحجر او القاعده، والطول د الركبه، والطول النهائي زائد سنتيمين للخياطه. نجيو دابا نوريكم الطريقه ديال الحزام. ففي الكولون ما كنخدموش الحزام بالربع ديال الحوض، كيجي كبير بزاف لان الثوب كيتجبد. اذا خدمتي الحزام بالقيمه ديال الحوض غادي يجيك في اللبس في جهه البطن كيكون الثوب كثير بزاف ومزعج. اذا الحزام في الكولون كنخدموه بهذه القاعده اللي هي دوران الحوض مقسوم على 4 ناقص 4. يعني احنا عندنا في المثال 1.20 متر، لما نقسمه على 4 كتعطينا 30، 30 غنقصوا منا 4 عطينا 26. اذا غادي نخدموا الحزام ب 26. هاد القيمه هادي كننزل بها على هاد الخط اللي غنخدموا فيه الحوض، وكنعملوا خط متعامد بحال هكذا. هو خط متعامد على الخط ديال الحجر. فدابا غادي تقولوا لي السروال ما غاديش يقادنا لان الحوض ناقص 4 سنتيم، هو الثوب كيتجبد، لذلك حنايا غادي نزيدو هنايا ديك 4 سنتيم اللي نقصناها. ها، فهنا غادي يولي لينا القياس ديال الحوض الاساسي. واضح؟ فهنايا تخلصنا، يعني حيدنا او تهنينا من ديك التساوي اللي غيكون عندنا هنايا زايد مزعج. صافي حيدناه بهذه الطريقه بهذه المعادله، والقياس ديال الحوض ديالنا ها هويا. غادي نزيدوه سنتيم للخياطه. بما ان التساوي كيتجبد راه كيجي الكولون على قدك نيشان. اذا هاد 4 سنتيم اللي ضفنا هنايا هي اللي كنطلعوا بها هنايا، وكنعملوا قوس ديال يعني اللي تعرفوا ديك القويس ديال الحجر. وعافاكم البنات ما تنساوش السنتيم ديال الخياطه. فهنا بهاد 4 سنتيم اللي خرجنا بها زائد سنتيم راه كتولي عندنا هنايا 5. تفهمنا؟ الان كنصيلو هاد النقطه هادي بالقياس ديال الدوران ديال الركبه اللي قسمنا على 2 زائد سنتيم. هنايا في هاد المكان حنا كنخدموا بالمسطره ديال الحوض، يعني حيت هذا الخط هذا ما عمره ما كيكون خط مستقيم، كيكون شويه مقوس ياك. ومن الخط ديال الركبه للاسفل بامكانكم تخدموه بالمسطره للاشاره. فهنايا في الاسفل ديال يعني لتحت جهه القدم
هنايا في الكورنر راه كنعمل لك 12 13 سنتيم، راها كافية. تلتاشر سنتيم كتناسب العديد من المقاسات، ومع ذلك تأكدوا البنات من العبار اللي عندكم. بالنسبة للقياس ديال دورة الفخذ كنحتاجوه على سبيل الاستئناس، باش لما نجيو نرسمو هاد الخط نجيبوه مضبوط على الرجل. آخر حاجة بقات لينا في الجزء الأمامي هي هاد الخط، خصنا ضروري القسم الأمامي يكون نازل من جهة الحزام على الخلف، فكنجيبو خط من هنا حتى لهنا كنرسمو كيكون مائل. نجيو دابا للجزء الخلفي، غنمدد هاد الخط هكذا، وغادي ننزل تحت منه سنتيم ونصف. الأربعة سنتيم اللي خرج بها هنا كنخرج بها هنا، ماشي في هاد الفوقاني، هاد الفوقاني سالت المهمة ديالو، مشى فحالو، كنخرج بها هنايا، وكنرسم قوس لغاية هاد النقطة. أنا هنايا رسمته بالبرتقالي، وهنا أتوقف. غادي نجيب المقص، غادي نهز هاد الجزء الفوقاني اللي كيمثل لي جهتين ديال الأمام، وغادي نمر هكذا هكذا حتى لتحت بهذه الطريقة. هاد الشيء اللي كنخدمو معاكم البنات في الورقة كنزيد نأكد هو نفسه غتخدموه على التاو. صافي. علاش حيدت هاد الجزء؟ فإذا خليته ورسمت فوق منه هاد القوس اللي باقي لازمني في الجهات الخلف هنقطعه، لذلك فمن البداية كنحيدو يعني أزيله أتخلص منه. الآن عاد بإمكاني نرسم تقويصة ديال الخلف يعني كما أريد، لأن هاد الجزئين اللي يشبههم هما ديال الخلف، وغادي نقص هكذا. الان الباترون ديال الامام والخلف ديال الكولون هو هذا، غادي نفتحو. شفتوا البنات هاد الخط اللي عندنا ديال الامام خصو يطلع حتى لهنايا، حيت الجزء الخلفي عندنا فيه 3 سنتيم ديال العلو. شفتوا البنات هاد 3 سنتيم راها ديال الخلف، الامام حدو هنايا اللي باللون الاخضر، تفهمنا؟ هاد 3 سنتيم اللي رسمنا الغرض منا هو لما نفتحو يعني السروال هكذا، لما نوصل لهاد المرحلة هاد الخط يطلع حتى لهنا. انا هنرسمو باش تفهموني مزيان. هكذا الخلف دائما كيكون اكثر علوا من الامام، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا غنجيب المقاس واقصه هكذا. تفهمنا؟ هكذا كنكونوا كملنا الباترون ديال الكولون. بالنسبه للخياطه هي نفسها اللي كنت وريتكم في السروال ديال البيجامه، ترجعوا لديك الفيديو راه فيه جميع التفاصيل. الاخوات اللي عندهم طيات كبار عاد طبقوا نفس الخطوات، باستثناء جهة الخلف غتخرجوا فيها بستة بدل اربعه.